والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة مع محمد عبد الله. إليك. شكرا أميرة وشكرا محمد. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أكد وزير البترول طارق الملا أنه تم الانتهاء من عمليات التقييم الفني لبوابة التعدين، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في مجال البترول والغاز. وأضاف الوزير خلال لقاء مع وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية في مصر أن بوابة التعدين ستحتوي على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية بمصر. عقد الاجتماع الافتتاحي للمفاوضات الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة عقد في القاهرة، حيث ترأس السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية الوفد المصري، وترأست ماريسا لاجو نائبة وزير التجارة الأمريكي الوفد الأمريكي، وناقش الوفدان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتيسير الاستثمار وريادة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. كما ركزت الجلسات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في مختلف القطاعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبيئة، فضلا عن التعاون في إفريقيا. وقد شدد الوفدان على أهمية النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية المستدامة وسلاسل التوريد. تواصل عمليات توريد القمح المحلي واستلامه في محافظة أسيوط، تواصل أعمالها بانتظام خلال الموسم الحالي على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها 28 موقعا تخزينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. وبلغ إجمالي الكميات الموردة من القمح منذ بداية الموسم نحو 49 ألف طن، وسط اهتمام كبير من كافة الجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى التوريد. طبعا دور هيئة استلام الغذاء هو عضو أساسي في لجنة الاستلام، دوره بيقوم طبعا بعملية سحب العينة وفرز القمح، وبالتالي بيدي حاجة اسمها درجة التقريط التي يتم عليها من خلالها حساب سعر القمح طبقا للقرار الوزاري. طبعا دورنا في هيئة استلام الغذاء احنا متواجدين من اول الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء او اخر ضوء في اليوم، والهدف ان احنا بنسهل على الناس كل واحد ياخد حقه ويبقى عارف درجته كام والكمية بتاعته وهتبقى مبلغ قد ايه، وده طبعا بيدي مرونة ان طبعا الفلاح بيبقى عارف الكمية بتاعته اللي بيوردها مبلغها قد ايه والعائد، وده طبعا بيقلل الحلقة وبيستفاد بأكبر قدر. احنا هنا الهيئة موفرة طبعا موفرة أجهزة رطوبة بتقيس نسبة الرطوبة خلال 30 ثانية عشان خاطر وقت المزارع ووقت عملية الفرز، يعني عملية الفرز مش بتعدي مثلا اللي هي دقيقتين بالظبط. واللجنة احنا بنبدأ نشتغل من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 7 مساء، بنستقبل كل المزارعين ما بنخليش حد مثلا يبات لتاني يوم ولا كده. هنا الصوامع مسهلة حاجات كتير، الصوامع ممكن تجيب في شوالات خيش، ممكن تجيب في شوالات بلاستيك، ممكن بدون شوالات القمح يبقى سايب في العربية، ده كله ده سهل طبعا للمزارع. نجيب هنا القمح على طول باستمرار يوميا يعني، فالمعامله هنا كويسه يعني في الصوامع من ساعه ما جبنا التعامل، انها بقالنا اكثر من 10 15 سنه بنتعامل هنا في الصوامع، فالمعامله هنا كويسه والتوريد يعني اللجنه والسعر برضو السنه دي يعني سعر حلو. حضرتك هنا الخدمه كويسه الحمد لله، والمعامله هنا كويسه خالص، والاجراءات بتتسهل بسرعه، والشيك بيطلع بعد 48 ساعه. وحضرتك على كل اردب بنستلم بيقولوا حضرتك ان 10 كيلو رده، والامور يعني مخيره الحمد لله.
في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات وسط صدور عدد من البيانات والقرارات الداعمة لأسعار الخام. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجلة لخام النفط القياسي برنت بنسبة 58% لتصل إلى 75 دولارا و8% سنت للبرميل. وكذلك زادت أسعار العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 74% لتصل أو تسجل 71 دولارا و2% سنت للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3% لتصل إلى $2.40 لكل لتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.26% لتسجل $2.34 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في سوق النفط العالمية مستقر تماما بشكل عام. جاءت تصريحات الرئيس الروسي في اجتماع حكومي، وأضاف بوتين أن روسيا خفضت إنتاج النفط مؤكدا أنه عند المستوى المطلوب. وأشار الرئيس الروسي إلى أن جميع قرارات موسكو بما في ذلك المتعلقة بالخفض الطوعي للإنتاج مرتبطة تحديدا بالحاجة إلى الحفاظ على بيئة سعرية معينة في الأسواق العالمية، وأنها تتم عبر التواصل مع الدول الأعضاء في أوبك بلس. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى محمد وأميرة. شكرا لك محمد.